موجز الأخبار من الأردن اليوم، أهلا بكم. الملك يشارك في قمة نداء كرايست تشيرش في نيويورك. البنك الدولي يكشف عن انخفاض أسعار الغذاء في الأردن بنسبة 3.8%. إدارة الترخيص تتوسع بخدماتها وتطلق خدمة الفحص النظري الخاصة بذوي الإعاقة من الصم. ازدحام مروري خانق في شارع الأردن إثر تصادم 3 مركبات. 126 معلماً أردنياً استوفوا شروط التعيين في الكويت. ضبط مركبة تسير بسرعة 198 كيلومتر بالساعة على طريق شويعر. آخر يوم في الصيف يشهد فرصة لزخات خفيفة من المطر شمال المملكة،